أكد المهندس هاني عازر خبير الأنفاق العالمي أن ألمانيا متجهة للاستثمار في مصر بسبب الثقة بين قادة البلدين. وفي تصريحات خاصة لإكس نيوز قال عازر أن الشركات الألمانية منبهرة بالبنى التحتية في مصر والمشروعات التنموية. الاستثمارات الألمانية كتيرة دلوقتي وبتزداد من يوم يوم، والثقة بين الحكومة أو بين المستشارة وجميع الوزراء هنا وسيادة الرئيس الحقيقة بتزداد كل يوم، أصبحت بقى فيها ثقة كبيرة، وأصبحت كمان فيها عمق وفيها صداقة. يعني المقابلات زادت، الاستثمارات زادت، عدد الشركات دلوقتي أعتقد فوق 1200 شركة دلوقتي في مصر ألمانية. كل ديت بتزداد من يوم ليوم، يعني الحاجه كويسه انها بتزداد مش بتقل، وما دام في ازدياد استمراري وزي ما يقولوا كونتينيوس يعني موجوده مستمره، يعني تلاقي ان ديت حاجه ممتازه. لان ايه الفرق ان انا اعملها كلها مره واحده وبتقع كلها مره واحده؟ فكل حاجه لو الواحد يبقى واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه بتتبني صح، بتتفكر صح، بكمان ايه بتتهضم صح.